اهلا بيكم معانا على تي اس العربي، ومستمرين معاكم في الرخصه الايطاليه. والنهارده هناخد معاكم كلاسيفيكاسيون استراده، يعني تصنيف الطرق. كل طريق في ايطاليا ليه تصنيف معين او كلاسيفيكاسيون، وطبعا كل طريق ليه شروط معينه. تعالوا نشوف مع بعض. اوتوستراده، اوتوستراده طبعا اوتوستراد او الطريق السريع. هنا الأوتوستراده الطريق السريع، أو الأوتوسترادا إي أونا سترادا، هو عبارة عن طريق أكاريجاتا. كاريجاتا، تعالوا نفتكر مع بعض، دي كان اسمها كاريجاتا. كاريجاتا اللي هي مسار العربات أو إي فييكولي، ماشي. وكانت في عندنا دي كمان كاريجاتا، كاريجاتا ودي كاريجاتا. بيفصل ما بينهم، اللي بيفصل ما بين كاريجاتا وكاريجاتا تانية كان اسمه سبارتي ترافيكو. طبعا الحاجات دي احنا خدناها قبل كده. كمان كان في عندنا لا كاريجاتا بتتقسم لحارات للمرور، او كل حارة فيهم اسمها كورسيا، يبقى دي كورسيا ودي كورسيا ودي كورسيا، وكلهم على بعض طبعا صونو لكورسيا. كان في حارة بره كده لوحدها يتيمة، الحارة دي اسمها كورسيا دي إمرجنسا، يعني حارة الطوارئ. وكورسيا دي إمرجنسا دي احنا ما بنستخدمهاش غير في حالة الماليستر. ماليستر يعني ان لا قدر الله يكون السائق او اي حد معاه عنده اي وعكة صحية، او في حالة الجواستو. جواستو ان بيكون في اي عطل في السيارة، تمام. طبعا كرسية دي مرجنسة بتوصلنا لهنا حاجة اسمها بياتسولا دي سوستا، اللي بيركن فيها السائق وبيستنى فيها مدة معينة هنعرفها لحد ما يجي له أي نوع من أنواع الإسعافات. تعالوا نشوف مع بعض تاني. بهنا الأوتوسترادا إي أونا سترادا أكاريجاتا إندبندنتي. إندبندنتي يعني مستقلة، يعني دي كاريجاتا مستقلة بذاتها ليها اتجاه معين، ودي كاريجاتا تانية مستقلة بذاتها وليها اتجاه معين. separate، separate يعني مفصولين dallo sparti traffico. طبعا ما احنا قلنا هنا ان هما بينفصلوا عن طريق sparti traffico. e recintata، recintata يعني بتكون متصورة، فيها صور. هنا نلاحظ في هنا صور والناحية التانية في صور. الصور ده عشان ما فيش اي انيمالي او اي حيوانات ممكن تدخل على الطريق السريع، وطبعا وتسبب اي بريكولو او اي خطر. يبقى هنا separate dallo sparti traffico e recintata lateralmente. lateralmente يعني على كلا الجانبين. يبقى l'autostrada è una strada a carreggiate indipendenti، مستقلين، separate مفصولين dallo sparti traffico e recintata يعني متصورة lateralmente على كلا الجانبين. ده السور في شكل مقرب، ان في هنا سور على كلا جانبي لاوتو استرادا. طبعا لاوتو استرادا هنعرف بعد كده، بس هي المدخل بتاعها باللون الاخضر ده، اوكي، والخروج بتاعها بيكون بالعلامه الحمراء على الاشاره الخضراء دي، او العلامه الخضراء اللي معانا. تعالوا نشوف بعد كده أوتوسترادا، مستمرين فيها طبعا. أونيونا دي اس، طبعا هو هنا بيتكلم على دا كاريجاتا، يبقى هنا دي كاريجاتا ودي كاريجاتا. أونيونا دي اس يعني كل واحدة فيهم المينو، فيها المينو دو كرسية دي مارشا، فيها على الأقل اتنين كرسية، تمام. يعني دي كرسية ودي كرسية، طبعا احنا عارفين الكلام ده قبل كده، ودي كرسية دي مارشا، وبعد كده بيبقوا مخصصين للسورباسو او للتخطي. ايه ده فيانكيجاتا؟ فيانكيجاتا يعني بيكون بجوارها، يعني جنبها او مجاورة لي. ده اونا كرسية دي امرجنسا، يبقى هنا في كرسية دي امرجنسا مجاورة ليها فيانكيجاتا،
مجاورة للكارجات، لأن طبعا احنا عارفين ان لا كورسية دي ميرجنسا هي نون فا بارت للكارجات، هي ليست جزء من الكارجات، هي فيانكيجاتا، فيانكيجاتا يعني على جنب، ولكن نون فا بارت للكارجات. تمام، نشوف مع بعض. يبقى هنا ما زلنا في الاوتوسترادا. اس بروفيستا، سبروفيستا يعني محرومة من او ما فيهاش، يعني تفتقر الى دي اتشيسي بريفاتي، اتشيسي بريفاتي يعني المداخل الخاصة، او انكروتشي اراسو che sono sostituiti da quelli sfalsati، يعني هي ما فيهاش مداخل خاصة وما فيهاش كمان incroci a raso. incroci a raso اللي هي كانت التقاطعات، incroci a raso او intersezioni a raso احنا خدناها قبل كده، اللي هي كانت بتبقى تقاطعات على نفس المستوى لأكتر من شارع خارجين مع بعض او لأكتر من استرادة خارجين مع بعض، ما تنفعش تكون موجودة على الاوتوسترادا. ولكن في نوع تاني من انواع الانكروتشو او من انواع الانترسيسيوني اللي هو سفلساتي، سفلساتي قلنا ان هو بيكون عبارة عن انكروتشو على ليفل سفلساتي، يعني على مستويات مختلفة، في منها سوفرا باسي وسوتو باسي وكمان رامبي، يعني بيبقى فيه مرتفع ومنخفض ومنحنيات. وهنا دا كوي سي اتشيدي او سي اش، دا كوي يعني قصدهم على لاكارجاتا، منها سي اتشيدي بيبقى في مدخل دخول، او سي اش او بنخرج تراميت لكورسيه دي اتشيلراسيوني او دي تشيلراسيوني، يعني في الاوتوسترادا احنا بندخل هنا عن طريق كرسيه دي اتشيلراسيوني. طبعا احنا خدناها قبل كده، هي نوع من انواع الكرسيات او من انواع الكرسيه، وهي عباره عن كرسيه بنسرع فيها عشان ندخل على الاوتوسترادا واحنا خارجين من اريا دي سيرفيتسيو، يعني مثلا كنا بنحط بنزين او حاجه وخرجنا وداخلين على الاوتوسترادا، يعني في الدخول على الاوتوسترادا بنبدأ ناخد كرسية معينة عشان نبدأ نسرع ونمشي مع السرعة اللي العربات كلها ماشية بيها. وفي عندنا كرسية دي ديتشيلراسيوني، ديتشيلراسيوني يعني ان احنا بنبطأ وبنخرج بره الاوتوسترادا، يبقى دي هنا بندخل اوكي اتشيسو، وهنا دي خروج. il limite massimo di velocità in autostrada è di 130 km all'ora، يعني limite massimo الحد الأقصى دي velocità للسرعة in autostrada على الأوتوسترادا هو بيكون يعني دي 130 كيلومتر على الساعة، يعني 130 كيلومتر في الساعة ما لم يذكر خلاف ذلك، يعني ممكن يحطوا أي حاجة خلاف 130 كيلومتر، إنما غير كده لو ما لقيناش أي إشارات تانية يبقى إحنا الحد الأقصى بتاعنا هو 130 كيلومتر على الساعة. تمام؟ ed è contraddestinata، contraddestinata يعني المسافة بتاعتها بتتحدد بدايتها يعني ونهايتها dalla segnaletica di colore verde، يعني بواسطة سينياليتيكا علامة دي colore verde باللون الأخضر، هي دي العلامة، دي العلامة بتاعت la segnaletica di inizio dell'autostrada، يعني دي علامة دخول بتاعت الأوتوسترادا، وهي بتكون دي كولوري فيردي يعني لونها اخضر، يعني احنا طول ما احنا موجودين على الاوتوستراد هنلاقي لا سينياليتيكا دي كولوري فيردي. طبعا هنا دي بتاعه الدخول او بتاعه البدايه، البدايه هتبقى دي انيتسيو، وهنا دي علامه النهايه، يعني احنا كده خارجين من الاوتوستراد قبل ما بنخرج مباشره بنلاقي العلامه دي سينياليتيكا فيردي، ولكن فيها الخط الاحمر، ده معناه ان احنا كده خارجين من الاوتوسترادا. بعد كده في معانا هنا sono escluse، escluse يعني مستبعدين dalla circolazione in autostrada، من العبور او من المرور في الاوتوسترادا tutte quelle vetture
يعني كل العربات اللي هم كي نون راجونغونو لي 80 كيلومتر اللورا، كل العربات التي لا تصل إلى 80 كيلومتر في الساعة، أي عربة ليس لها مقدرة على أن هي تصل ل 80 كيلومتر في الساعة فدي غير مسموح لها أن هي تمشي على الأوتوسترادا. تمام، يبقى sono escluse، مستبعدين dalla circolazione in autostrada tutte quelle vetture، vetture يعني عربات زي vehicle كده، vetture che non raggiungono، اللي ما بيوصلوش ل 80 km all'ora. ciclomotori e motocicli. ciclomotori ده نوع من انواع الدراجات البخاريه، بتكون ليها سعه حراريه قليله، هنتعرف عليها اكتر في تصنيفات العربات، ممكن بعد ما نشوف بعد كده تصنيفات العربات نرجع مره ثانيه للدرس ده هنفهمه بشكل اوضح. يبقى هنا ciclomotori اللي هي درجات بخاريه بسعه حراريه منخفضه، اي موتوتشيكلي، موتوتشيكلي اللي هي درجات بخاريه بسعه حراريه اكبر، دي تشيلندراتا، تشيلندراتا اللي هو السلندر او السعه الحرارية، inferiore اللي هي أقل من، inferiore أقل من 150 سنتيمتر كوبي، يعني اللي هي أقل من 150 سنتيمتر مكعب، دي ممنوعة من الدخول على الأوتوسترادا. تمام، يبقى هنا sono esclusi، ممنوعين dalla circolazione، من المرور in autostrada، في الأوتوسترادا tutte quelle vetture، كل العربات كي نون راجونغونو اللي ما بيوصلوش لي 80 كيلومتر اللورا، ما بيوصلوش ل 80 كيلومتر في الساعة. تشيكلوموتوري موتو تشيكلي، والموتو تشيكلي دي تشيلندراتا اللي هم ليهم ساعة حرارية inferiore a 150 سنتيمتر كوبي، اللي هم أقل من 150 سنتيمتر مكعب. تمام، كمان من الممنوعين لماكينه اجريكولي، يعني العربات الزراعيه غير مسموح ليها، غير مسموح لها بالمرور. تمام، اي توتي كوي فييكولي، توتي كوي فييكولي يعني كل العربات كي نون هانو il carico sistemato in maniera corretta o sono danneggiati، يعني اي عربيه حالتها مش كويسه ما ينفعش ان هي تطلع على الاوتوسترادا، يعني اللي هم يعني كاريكو سيستيماتو اللي هم مش متسيستمين، يعني ان مانيرا كوريتا بشكل صحيح، او سونو دانيجاتي يعني متدمرين، اي عربيه فيها اي عيوب متدمره او مش مظبوطه صح فغير مسموح ليها بالصعود على الاوتوسترادا. يبقى sono escluse dalla circolazione in autostrada tutte quelle vetture che non raggiungono gli 80 km all'ora, ciclomotori e motocicli di cilindrata inferiore a 150 cm3, le macchine agricole e tutti quei veicoli che non hanno il carico sistemato in maniera corretta o sono danneggiati. تعالوا نسمع بعض الحاجات اللي ممكن تجينا على الاوتوستراد. الاوتوستراد deve essere lateralmente recintata، يعني لازم تكون على الجانبين متصورة، فيها سور، سور الشائك اللي احنا شفناه ده recintata، طبعا عشان ده ان هي تمنع لي يعني مالي ان هم يعدوا ويسببوا لنا اي بريكولي او اي ضني. اوكي، تعالوا نشوف اللي بعدها. الأوتوسترادا هي كارجات إندبندنتي أو سيبراتي دا سبارتي ترافيكو. تمام، الأوتوسترادا هي كارجات، كارجات قلنا اللي هي مسار العربات، إندبندنتي يعني مستقلين، كل واحدة مستقلة بذاتها وليها مسار بتاعها الخاص بيها، أو سيبراتي دا سبارتي ترافيكو، أو مفصولين بالسبارتي ترافيكو، مفصولين بالسبارتي ترافيكو طبعا هي أكتر من كارجات، مفصولين بالسبارتي ترافيكو، يبقى دي صح. I motocicli con cilindrata di almeno 150 centimetri cubici possono circolare in autostrada. ده اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي. هنا بيقول ايه بقى في السؤال؟ الموتوتشيكلي اللي هي الدرجات البخاريه كون سلندراتا السعه الحراريه بتاعتها دي المينو 150 سنتيمتر كوبي اللي هي 150 سنتيمتر مكعب،
possono circolare ممكن يعدوا in autostrada طالما قال almeno يعني على الأقل من 150 يبقى ممكن يعدوا بس لو هي inferiore لا ما ينفعش يعدوا L'autostrada non ha incroci a raso che l'attraversano. L'autostrada non ha incroci a raso che l'attraversano. احنا قلنا incroci a raso اللي هي تقاطعات على نفس المستوى incroci a raso او incroci allo stesso livello او intersezione a raso اخذناها قبل كده تقاطعات على نفس المستوى وطبعا هي مش موجودة على الاوتوستراد ولكن عندنا نوع تاني من انواع الانكروتشي لو حبينا ان احنا نعدي وهي بتكون incroci a livelli sfalsati يعني على مستويات مختلفة أو diversi livelli وبيكون فيها sovra passi وسotto passi ورمبه اللي بيكون فيها مرتفعات ومنخفضات ويعني ملفات أو منحنيات يعني ما علينا إن هي بتكون زي كباري كده بنعدي من عليها جسور. Nell'autostrada possono circolare solo gli autoveicoli. Nelle autostrade possono circolare solo gli autoveicoli, طبعا غلط لان في كمان عندنا بيعدوا موتوسيكلي وتشيكلوموتوري يعني مش autoveicoli بس او مش اللي هي العربات اللي هي اربع عجلات autoveicoli لا هي في اصناف تانية من العربات بتعدي. La corsia di accelerazione serve per rientrare sulla carreggiata dell'autostrada dopo che si è usciti da un'area di servizio. La corsia di accelerazione, احنا قلنا corsia di accelerazione هي la corsia او الحارة اللي بتاخدنا من ايدينا واحنا خارجين من area di servizio وبتدخلنا على الاوتوستراد يعني احنا جايين من المدينة او جايين من area di servizio بنزينة مثلا او اوتو جريل او حاجة وعايزين نرجع تاني الاوتوستراد وعايزين نطلع الاوتوستراد فاحنا عشان ناخد سرعة العربات الموجودة على الاوتوستراد بنبدأ في كرسية نطلع منها وشوية شوية السرعة بتاعتنا بتشد وايه وبنوصل لسرعة العربيات الاخرى يبقى هنا دي اسمها la corsia di accelerazione serve per rientrare ان احنا ندخل مرة اخرى سلة كارجاتا على مسار السيارات dell'autostrada اللي موجود على الاوتوسترada dopo che بعد سي اي اوشيتا بعد ما خرجنا او سي اي اوشيتي بعد ما خرجنا da un'area di servizio بعد ما كنا في area di servizio وخرجنا منها وداخلين مرة تانية على الاوتوسترada صح احنا خرجنا رحنا البنزينة او رحنا اوتو جريل وراجعين مرة تانية على الاوتوسترada يبقى ده صح. La corsia di accelerazione può essere utilizzata per il sorpasso. La corsia di accelerazione può essere utilizzata per il sorpasso. لا طبعا ده غلط لان la corsia di accelerazione هي بتطلعنا على الاوتوستراده بس احنا مش هنطلع او نطلع نعمل سورباسو لا هي طلع احنا طالعين واحده واحده بناخد السرعه بتاعتنا يبقى دي مش كرسيه بتاعه سورباسو هي بس بتاعه الدخول على الاوتوستراده. La corsia di accelerazione serve per uscire da una piazzola di sosta. La corsia di accelerazione اللي احنا قلناها كذا مرة اللي احنا بندخل بيها على الاوتوسترادا وبنخرج منها من area di servizio او area di servizi و serve per uscire da una piazzola di sosta لا طبعا piazzola di sosta احنا بعد ما بنبقى ماشيين على يعني لو حد بيروح على كرسية دي امرجنسا اللي هي بتبقى موجودة على جانب لا كارجاتا افيانكجاتا يعني هي مش طبعا هي نونفا بارت دي لا كارجاتا بتبقى برا في حاجة اسمها كرسية دي امرجنسا للطوارئ في حالة الجواستو او الماليسرة بنمشي فيها شوية بنلاقي حاجة اسمها بياتسولا دي سوستا اللي بنقدر نركن فيها لحد ما يجي لنا اي اسعاف او اي عربية اصلاح او اي حاجة تنقذ الموقف اللي احنا فيه دي اسمها بياتسولا دي سوستا ولكن هي ملهاش اي علاقة بكرسية او لكرسية دي اتشيلراسيوني يبقى ده غلط كرسية دي اتشيلراسيوني serve a entrare correttamente in autostrada طبعا صح la corsia di accelerazione serve ad entrare correttamente in autostrada طبعا هي بتساعدنا على الدخول بشكل صحيح correttamente in autostrada La corsia di decelerazione serve a entrare in autostrada. La corsia di decelerazione. Decelerazione هي يعني العكس تماما عن accelerazione. Decelerazione هي اللي بنخرج منها من الاوتوستراده. Decelerazione بنهدي فيها السرعه وبنخرج من الاوتوستراده. ماشي مش بندخل او بنروح area di servizio. يبقى هنا la corsia di decelerazione serve ad entrare in autostrada طبعا غلط اوكي هي accelerazione هي اللي بتدخلنا decelerazione بتخرجنا La corsia di decelerazione serve per uscire dalla carreggiata dell'autostrada e entrare nell'area di servizio
طبعا صح جدا الكرسي دي للتليراسيون سيرفي بير اوشير للخروج من لا كارريجاتا دell'autostrada ان احنا نخرج من لا كارريجاتا dell'autostrada ed entrare o ندخل nell'area di servizio ونروح area di servizio اللي هي اللي فيها الخدمات سواء بقى في بنزين او في اكل او في اي حاجه فبنروح area di servizio. La corsia di decelerazione serve per uscire correttamente da una strada extraurbana principale. تمام هما الاثنين كرسيه اللي هما اتشيلراسيوني وديتشيلراسيوني شغالين على الاوتوسترادا وكمان شغالين على نوع من انواع الطرق اسمه استرادا اكسترا اوربانا برينشيباله هناخدها دلوقتي هما شغالين على الاثنين بنفس المميزات الخاصه بيهم ان احنا بندخل على الاوتوسترادا باتشيلراسيوني ونخرج بديتشيلراسيوني اوكي يبقى هنا لا كورسيه دي ديتشيلراسيوني سيرفي بير اوشيري كوريتامنت دا اونا سترادا اكسترا اوربانا برينشيبال ايوه هي بتخرجنا من اونا سترادا اكسترا اوربانا برينشيبال يعني هي بتخرجنا من الاوتوسترادا او اكسترا اوربانا برينشيبال الاثنين اي طريق فيهم صح هنا بنشوف مع بعض سترادا اكسترا اوربانا برينشيبال يعني الطرق الرئيسيه خارج المدن تمام هي بتشبه تماما الاوتوسترادا ولكن بيكون هنا لا سينياليتيكا بتكون بلو هناك كانت فيردي وطبعا سينياليتيكا بتاعت او لا سينياليتيكا بتاعت الخروج هي نفسها بلو بخط احمر وكمان هناك كان عندنا الاوتوسترادا كان بيبقى فيها كانت بتكون ريتشنتاتا او متصوره على الجانبين عشان ما يعدوش اي حيوانات ولكن هنا ما بتكونش ريتشنتاتا او متصوره وده الفرق ما بينهم وكان هناك كمان الاوتوسترادا بتكون اباجامنتو يعني بتكون مدفوعه الاجر عن طريق كازيلو كازيلو اللي هو البوابات بيكون في اكشاك في البوابات بندفع فيها الرسوم او بيكون معانا تيلي باس اللي هو معانا كارنيه يعني ان احنا بنعدي بيه وهم بياخدوا مباشره من الكونتو بتاعنا يعني اشتراك يعني اوكي المهم ان هي بتكون اباجامنتو ولكن في عندهم بعض الحاجات المشتركه وان هي بتكون فيها لي كارريجات سيباراتي بس بارتي ترافيكو يعني كارريجات بتكون منفصله عن طريق سبارتي ترافيكو اوكي وكمان كل واحده فيهم طبعا بيكونوا اندبندنتي يعني مستقلين بذاتهم كل كارريجات ليها اتجاهها الخاص وليها كل حاجه خاصه بيها ويكون في كل واحده المينو دو كرسيه دي مارشا يعني بيكون في كل واحده فيهم على الاقل اتنين كرسيه دي مارشا يعني حارتين للمرور وزي ما قلنا هناك بيكون الدخول والخروج فيهم عن طريق كرسيه دي اتشيلراسيوني وكرسيه دي ديتشيلراسيوني تمام تعالوا نشوف مع بعض وطبعا بيكون هناك السرعه بتكون 130 كيلومتر الورا يعني بتكون 130 كيلومتر في الساعه ما لم يذكر خلاف ذلك طبعا وهنا بتكون 110 كيلومتر الورا يعني هنا بتكون 110 كيلومتر الورا تعالوا نشوف مع بعض بتفصيل اكتر لا سترادا اكسترا اوربانا برينشيبالي مالها اللي هي طرق خارج المدن اكاريجات اندبندنتي زي ما قلنا هناك ان هي بتكون مستقله اوبوري ديفيزي دا سبارتي ترافيكو او ان هي بتكون ديفيزي دا سبارتي ترافيكو هو ده لو سبارتي ترافيكو اي بريزنتا المينو دو كورسيه دي مارشا زي ما قلنا بيكون فيها على الاقل حارتين للمرور هنا في سترادا اكسترا اوربانا برينشيبالي مالها نون في سونو انترسيسيوني ارازو ما بيكونش فيها انترسيسيوني ارازو او انكروتشي ارازو او انكروتشي allo stesso livello اللي هي التقاطعات على نفس المستوى ان كوانتو بريكولوسي عشان بيكون طبعا خطر ما صورو a livelli sfalsati فقط بيكون في تقاطعات على livelli sfalsati اللي هي بتكون على يعني ارتفاعات مختلفة اللي بيكون فيها سوفرا باسي وسوتو باسي ورامبي زي ما قلنا قبل كده هنا معانا lungo questo tipo di strada على مدار questo tipo di strada هذه النوعيه من الطرق vi sono aree di sosta vi sono aree di sosta يعني بيوجد اماكن للتوقف طبعا لو حصل اي جواستو او اي ماليسر او حاجه بنروح على كرسيه دي emergenza اللي هي non fa parte della carreggiata وبنلاقي بعد كده حاجه اسمها piazzola di sosta نقف فيها ونشوف اي اسعاف
فيجي ينقذ الموقف اللي احنا موجودين فيه. E per l'entrata e l'uscita vengono utilizzate le corsie di accelerazione e quelle di decelerazione. عشان الدخول والخروج زي ما كان بالظبط في الاوتوستراده كان عندنا l'entrata هنا بكرسيه دي accelerazione والخروج بكرسيه دي decelerazione بنفس المميزات اللي كانت موجوده بالظبط في الاوتوستراده. هنا كمان استرادا اكسترا اوربانا برينشيبالي مالها نل استرادا اكسترا اوربانا برينشيبالي non è connessa غير مسموح la circolazione ad alcune categorie di veicoli مش مسموح للمرور لبعض الانواع من اي veicoli او من العربات زي ما كان بالظبط على الاوتوسترادا come le biciclette هنا biciclette ما ينفعش يعدوا طبعا ولا اي بيدوني ما ينفعش يعدوا تمام ولا العربات اللي هي بتكون مجرورة من الانيمالي يعني العربات اللي هي الحنطور او حاجة زي كده طبعا ما ينفعش تعدي كل دول ما ينفعوش يعدوا هنا اللي بتشيكليت الكوادرو تشيكلي ليجيري كوادرو تشيكلي ليجيري يعني العربات التي بتحتوي على اربع عجلات ولكن من النوع الخفيف يعني مش العربات اللي هي بيبقى ليها تشلندرات عاليه فدول ما ينفعوش يعدوا وهنعرفهم اكتر مع تصنيف العربات ايه التشيكلو موتوري التشيكلو موتوري قلنا ان هي نوع من انواع الموتو تشيكلي بتشلندرات بتكون اقل ايه ده ليميت ماسيمو ليميت ماسيمو دي فيلوسيتا يعني الحد الاقصى للسرعه اي دي 110 كيلومتر all'ora هو 110 كيلومتر في الساعه Se nel caso delle autostrade la segnaletica è verde, لو كان في الاوتوستراده la segnaletica اللي هي العلامه دي è verde اوكي كانت خضراء in questo tipo di strade la segnaletica è blu يعني هنا بتكون blu يعني لونها ازرق من اللون الازرق بنعرف ان احنا موجودين في استرادا اكسترا اوربانا برينشيبالي انما من اللون الاخضر نعرف ان احنا موجودين في اوتوسترادا يبقى هنا معانا بيكون عندنا حاجه زي كده بيقول نو اوتو ستوب يعني ما ينفعش حد يوقف حد ان هو ياخده معاه في طريقه فما فيش اوتو ستوب وكمان ما فيش ممنوع هنا بتشيكليت وممنوع ايبيدوني وممنوع العربات اللي بتجرها حيوانات وممنوع كمان هنا عندنا موتو تشيكلي فينو 149 سنتيمتر كوبيتشي يعني فقط يعني يكون المينو عنده 150 او 149 سنتيمتر مكعب تشلندراتا اللي هو الموتو تشيكلو اللي يعدي على الاسترادا اكسترا اوربانا اكسترا اوربانا برينشيبالي نفس الموضوع مع الاوتوسترادا وهنا لو كان في موتو تشيكلو كون سايد كار سايد كار اللي هي بيكون معاه جنبه عربيه صغيره كده بيركب معاه حد جنبه ده يكون على الاقل عنده 249 سنتيمتر كوبيتشي يعني 249 سنتيمتر كوبيتشي على الاقل في شلندراتا بتاعته عشان خاطر يقدر يعدي على استرادا اكسترا اوربانا برينشيبالي sulle strade extraurbane principali i quadricicli leggeri possono transitare لا طبعا هنا بيقول sulle strade extraurbane principali يعني في الطرق الرئيسية خارج المدن i quadricicli leggeri قلنا العربات ذات الأربع أرجل ولكن leggeri leggeri يعني مش اللي هي فيها موتور مش اللي هي العالية possono transitare ممكن يعدوا لا طبعا يبقى ده غلط ما ينفعش يعدوا هنا بقى معانا حاجة بتوضح لنا الحاجات يعني هنا اللي موجودة في إيطاليا يعني احنا لو احنا داخل المدن بتكون السرعة بتاعتنا 50 يعني بتكون السرعة بتاعتنا 50 لو احنا هنا خارج المدن في عندنا حاجة اسمها استرادا اكسترا اوربانا سيكونداريا يعني بتكون سنوية ودي بتكون خارج المدن ولكن سنوية مش الرئيسية مش البرنشبالي يبقى هنا دي بتكون السرعة فيها 90 نوفانتا وعندنا هنا استرادا اكسترا اوربانا برينشيبالي اللي هي الطرق الرئيسيه خارج المدن بيكون السرعه فيها 110 وعندنا هنا اوتوسترادا كلها سينياليتيكا فيردي بتكون السرعه في 130 او 130 Le strade si classificano in يعني تصنف الطرق الى autostrada autostrada طبعا احنا اخذناها وقلنا بيكون ليها لا سينياليتيكا
فيرد يعني بتكون فيها العلامة بتكون خضراء، واقف الخروج بتكون فيرد وعليها شرطة حمراء ان احنا خرجنا من الاوتوسترادا. وقلنا ان هي اهم المميزات ان بيكون فيها كارجاتا اندبندنتي يعني كارجاتا مستقلة بذاتها، او سيباراتا يعني عن طريق سيباراتا عن طريق سبارتي ترافيكو. سبارتي ترافيكو اللي هو حاجز المرور. وقلنا ان كل كارجاتا فيهم بتكون فيها على الاقل دو كرسي دي مارشا، يعني دو كرسي دي مارشا يعني على الاقل حارتين للمرور، وكمان بيكون فيها مكان للتوقف، او بيكون فيها كرسي دي ميرجنسا اللي هي حارة الطوارئ اللي مخصصة في حالة الجاستو والماليسرا. وفي حارة الطوارئ او في كرسي دي ايمرجنسا بنقدر نوصل لبياتسولا دي سوستا عشان نقدر نقف فيها لمدة، طبعا هي بتكون 3 ساعات، احنا مش هنقف فيها طول العمر يعني، هم 3 ساعات لحد ما يجي لنا اي انقاذ. وكمان هي بتكون الصعود والدخول فيها عن طريق كرسي دي اتشيلراسيوني وكرسي دي ديتشيلراسيوني، وما بيكونش فيها انترسيسيوني ارازو يعني ما بتكونش فيها تقاطعات على نفس المستوى، ولكن بيكون فيها انترسيسيوني او انكروتشو الليفلس فالساتي، تمام، اللي هو بيكون الليفلس فالساتي يعني على مستويات مختلفه. وبتكون اباجامنتو، اباجامنتو يعني مدفوعه الاجر، وبتكون ريتشنتاتا، ريتشنتاتا يعني متصوره على الجانبين ولاترالمنت، وده بالنسبه للاوتوسترادا. بعد كده عندنا اكسترا اوربانا برينشيباله، هي نوع تاني من انواع الطرق، وهو اكسترا اوربانا برينشيباله احنا اخدناها، وهي بتكون باللون الازرق. هنا احنا اللون الاخضر خلص، خلاص خلصنا الاوتوسترادا ودخلنا في استرادا اكسترا اوربانا برينشيباله. هنا دخلناها عن طريق اللون الازرق، عرفنا ان احنا دخلناها، هي ليها نفس شروط ونفس مميزات كل حاجه موجوده في الاوتوسترادا فيما عدا بعض الحاجات، ومنها ان السرعه هنا 110 كيلومتر في الساعه، والسرعه هنا 130 كيلومتر في الساعه، وهنا لا سينياليتيكا بتكون فيرد، وهنا لا سينياليتيكا بتكون بلو، وكمان عندنا ان هنا بتكون اباجامنتو وهنا ما بندفعش حاجه، وكمان هنا بتكون ريتشنتاتا يعني متصوره من الجانبين، وهنا ما بتكونش ريتشنتاتا، تمام. طبعا ما لم يذكر خلاف ذلك في اي شرط من الشروط دي. وهنا برضو الدخول والخروج بيكون عن طريق كرسيه دي اتشيليراسيوني وديتشيليراسيوني، وبتكون متقسمه لكارجات اندبندنتي كل واحده فيهم على الاقل فيها دو كرسيه. وطبعا بيسمح لبعض العربات سواء في الاثنين، اللي هي العربات اللي هي بتقدر تتخطى 80 كيلومتر في الساعه، بتكون التشلندراتا بتاعتها كمان عاليه، ان هي عندنا الموتوتشيكلي لازم يكون على الاقل 150 او 149 سنتيمتر كوبيتي او سنتيمتر مكعب. وكمان عندنا الموتوتشيكلي اللي بتكون فيها سايد كار، او اللي بيكون فيها عربيه صغيره حد بيركب جنبنا فيها، دي بتكون على الاقل 250 او 249 سنتيمتر كوبيتي او سنتيمتر مكعب، وبيبقى ممنوع عليها مرور لماكينة اجريكولا العربات الزراعيه، او لبتشيكليت، او لكوادريتشيكلي للجيري، او العربات كمان اللي بتجرها انيمالي، تمام. ده كله طبعا احنا اخذناه. بعد كده في عندنا حاجه اسمها اكسترا اوربانا سيكونداريا. اكسترا اوربانا سيكونداريا هي طرق خارج المدن ولكن سنويه مش برينشيباله او رئيسيه، ودي بتكون فيها السرعه 90. بعد كده في عندنا حاجه اسمها اوربانا ديسكوريمينتو، هي بتكون داخل المدن ولكن بيكون فيها انسيابيه في المشي يعني بتاع العربات. وفي عندنا اوربانا دي كوارتييري يعني بتكون داخل المدن ولكن داخل المناطق نفسها، مناطق السكنيه، فلازم يكون فيها الحذر اكتر. وفي عندنا لوكالي، لوكالي اللي هي بتكون ممكن تكون داخل المدن وممكن تكون خارج المدن. واخر حاجه معانا اللي هي ايتينيراريو تشيكلو بيدونالي، ايتينيراريو تشيكلو بيدونالي، ايتينيراريو يعني مسار، وتشيكلو بيدونالي يعني للدراجات وللراجلين اللي ماشيين على رجليهم، يعني مخصص ل بتشيكليت، بتشيكليت وكمان اي بيدوني الراجلين، تمام. اخر حاجه معانا بنشوفها هي
classificazione amministrativه delle strade. كل طريق من الطرق ليه اسم بنميزه بيه عشان لو حصل اي حاجه وحبينا نتصل باي حد فبنحدد بالظبط احنا فين، فعن طريق الجي بي اس بيقدروا يوصلوا لنا. فعندنا في حاجه اسمها اس اس، دي strade statali، اس بي strade regionali e provinciali، اس جي strade comunali. تمام، يبقى في عندنا اس اس strade statale، اس بي strade regionali e provinciali، وstrade comunali اس جي. تمام، وبكده بنكون خلصنا معاكم درس النهارده مع الرخصه الايطاليه، ونكمل في المره الجايه ان شاء الله. تابعونا دايما على قناه اليوتيوب جي اس ار عربي وعلى صفحه الفيسبوك جي اس ار عربي تعلم الايطاليه. هكون سعيده جدا بتعليقاتكم، وشكرا ليكم، نتقابل في المره الجايه.